رحمهم الله عليهم. ما في شك أن الأدلة التي تدل على عصمة الأنبياء عقلية ونقلية. الأدلة النقلية مثلا منها قوله تبارك وتعالى كونوا مع الصادقين، وأنت متى افترضت في النبي أنه غير معصوم معناه جوزت عليه أن يخطئ، وإذا أخطأ فقد ابتعد عن الصدق، يعني لازم الخطأ الابتعاد عن الصدق، والله قد أمرنا بالكون مع الصادقين. ما يمكن أن يتعبدنا الله عز وجل بإطاعة الرسول والرسول يحتمل أن يكون غير معصوم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، فإذا كان الرسول غير معصوم يمكن أن تجمح به العاطفة في يوم من الأيام، وإذا جمحت به العاطفة ابتعد عن الحقيقة وابتعد عن طريق الله عز وجل. إذن أنا إنما أمرت بإطاعة المعصوم لأن المعصوم لا يتصور منه أن ينحرف عن طريق الصواب، ولازم ذلك العصمة، العصمة لابد منها. وليس معنى ذلك أن النبي مجبر على ذلك، لأن لو كان مجبر على ذلك ينتفي الثواب والعقاب، لأن احنا العصمة نعرفها ملكة، ملكة من الملكات، هذه الملكة تدعو إلى فعل الصحيح والابتعاد عن فعل الخطأ مع وجود القدرة عليهما. أنا ممكن أعمل الخطأ وممكن ألا أعمل الصحيح، لكن لا أعمل، لا أترك الصحيح ولا أعمل الخطأ. هاي العصمة عبارة عن ملكة يقتدر بها المعصوم على الامتناع عن المعاصي، ولا مو شيء يجبر عليه الإنسان، مو شيء يجبر عليه الإنسان أبدا. أكو تفاصيل بالعصمة طويلة بدرجة من الدقة لا يمكن أن أبحثها هنا، يعني ممكن أن تبحث في مظانها في باب العصمة عندما تبحث. فعصمة الأنبياء لا بد منها، وكذلك الغاية من وجود الإمام هي نفس الغاية من بعثة النبي. إحنا نفترض في الإمام أن يكون ممثل للنبي، الآن المسلمون يعبرون على الخلفاء بأن خليفة رسول الله، يعني بماذا يخلفه؟ يخلفه في تبليغ الأحكام الشرعية، في تطبيق هذه الأحكام الشرعية. فإذا كان الخليفة يمكن أن ينحرف معناه تشرب الشك إلى ما يجيء به، إلى ما يطبقه من أحكام، إلى ما يقول به، إلى ما يقوم به من أفعال. كذلك بالنسبة للإمام، إحنا نرى الإمام امتداد طبيعي للنبوة، وينبغي أن يكون هذا الامتداد الطبيعي يأخذ سمات النبي، هذا هو. وإلا مو معنى أن الإمام لا يقدر على، يقدر على المعصية لكن لا يفعلها، ولا لا يقدر على ترك الطاعة، يقدر على ترك الطاعة ولكنه لا يترك الطاعة. الشهادة عدم ترك الطاعة منين ناتج؟ بأي معنى؟ هل هو على نحو الملكة أو هو على نحو المنع، يمنع من ارتكاب المعصية؟ هناك بحوث فرعية طويلة لا مجال لذكرها هنا.